القرار مفاجئ وغير منطقي، هكذا وصفت الولايات المتحدة قرار عدد من دول منظمة أوبيك بلس المنتجة للنفط خفض إنتاجها بنحو 1,600,000 برميل يوميا. وعندما تكون أمريكا أول المعلقين على القرار، فهذا يعني أنها أكثر المتضررين وأول المستهدفين بالفعل، رغم أن مسؤولي الدول التي أعلنت التخفيض أكدوا أن القرار لا يستهدف جهة بعينها، بل يرمي لضبط الأسعار بعد تسجيل نقص في الطلب. لكن ما الذي يجعل واشنطن قلقة، وما الذي يضير أمريكا من هذا القرار بالرغم من أنها دولة مكتفية من النفط بل وقادرة على التصدير؟ هل تدافع بموقفها هذا عن شركائها الأوروبيين الذين حرمتهم عقوباتهم من النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، وبالتالي لا تريد رؤيتهم يعانون أكثر على هذا الصعيد؟ لكن هل يستهدف أعضاء أوبيك بلس الدول الصناعية بهذا القرار بالفعل؟ يبدو الأمر ملتبسا في الواقع، فمن جهة يؤثر تخفيض الإنتاج بشكل كبير طبعا على الدول الصناعية الأوروبية التي تعاني أزمة اقتصادية من شقين: الأول توقفها عن استيراد النفط الروسي بنسبة كبيرة، أما الثاني فهو الاضطراب في القطاع المصرفي الذي يخشى أن يتفاقم ليسجل كارثة جديدة. لكن ألا يفترض أن يؤثر ذلك على كبرى الدول المستوردة للطاقة من خارج المنظومة الغربية كالصين والهند مثلا؟ ألا تعد هاتان الدولتان حليفتين أو صديقتين مقربتين من روسيا؟ ألا يفترض أن المحور الجديد الذي يتشكل دوليا بقيادة موسكو وبكين وبشراكة السعودية وغيرها لا يمكن أن يلحق الضرر بإمبراطوريات الصناعة الآسيوية؟ إذا نحن أمام قرار تخفيض مثير للتساؤلات، خاصة وأنه الثاني من نوعه خلال 6 أشهر بعد قرار التخفيض الأول الذي صدر عن المنظمة في تشرين الأول أكتوبر 2022. فهل الهدف منه ضبط الأسعار أم إن غايته سياسية؟